التقى سعادة وزير الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف بمنتسبي الدفعة الخامسة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية في جلسة نقاشية ضمن البرنامج التطويري الذي أعده مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أحد البرامج الرائدة والطموحة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في إعداد الكوادر الشبابية الوطنية وتنمية قدراتها المعرفية والقيادية وتأهيلها للمشاركة بفعالية في الارتقاء بالعمل الحكومي على أسس من الجودة والإبداع والابتكار. وخلال اللقاء أشاد سعادة الوزير بما يتضمنه البرنامج لدعم الكوادر الوطنية وإكسابهم المهارات المطلوبة لإعداد قيادات طموحة مؤهلة تساهم في تطوير وتنمية نهضة المملكة. واستعرض سعادة الوزير أهداف الوزارة والقطاعات التي تضمها وأهم مشاريعها وآليات العمل فيها، حيث سلط الضوء على أبرز مشاريع البنية التحتية التي تعكف الوزارة على تنفيذها حاليا بالإضافة إلى المشاريع المنجزة. كما قدم سعادته شرحا لدور الوزارة في الجانب البلدي فيما يتعلق بتراخيص البناء وأعمال النظافة وتدوير المخلفات ومشاريع وصيانة المسطحات الخضراء والحدائق العامة والمنتزهات، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجهها الوزارة وكيفية التغلب عليها. في ختام اللقاء أعرب وزير الأشغال عن فخره بالطاقات الشبابية متمنيا لهم الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لهم. من جانبهم تقدم منتسبو برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية بالشكر والتقدير لسعادة الوزير على ما قدمه من شرح مفصل لطبيعة عمل الوزارة والاستراتيجيات التي تنتهجها، بالإضافة إلى توجيهاته المحفزة التي تصب في صالحهم وصالح الوطن.